سألته عن الأخصائي دكتور رائد محسن إذا شايف ضيوفنا بهاللحظات ضيوفنا اتنيناتهم دمعوا وكأنه مشاعر مكبوتة من سنين ما بعرف إذا انتظروا هاللحظة تيفجوا على الهواء كيف بتقرأ هالمشهد؟ حلو لا أني مش يعني ما بفتكر انتظروا هاللحظة تقلوها على الهواء أو يفرجوا مشاعر على الهواء لكن حديثك من خلال حديث يعني ما هو حديثك وأسئلتك طلعت هالاشياء بيك هالقد بيعرف يكون اب يعني هيك هو تعلم من بيو هالقد هو قدر يعطي هذا الشيء اللي كنت اتفقتيه ببيك انه مستوى المشاعر والحكي بالاشياء والتعبير ما عنده اياه هالقد بيعرف فلا منيح انه هالشيء هذا لقيتيه بانا عاده حدا بيقول انه وجدت فيه الاب بما معناه الشق الابوي فيه لانا بكون اكبر منك باكثر من 15 سنه ولكن هو اكبر منك بس بثمان سنوات هيدا شيء كثير منيح يعني بفرجي قد ايه عنده نضوج وبنفس الوقت منه مسيطر عليك يعني اللي عاده تحكي هيك حكي بكون يا لطيف فيه هو مسيطر عليها وبيصير لها امورها وبقول لها هيدا الصح وهيدا الغلط وهي توافق هلا ست اشهر وزواجها مقامره اكثر من مغامره مقامره لكن عم تعرفوا على بعض هلا طبعا لما اثنين يتعرفوا على بعض ممكن يحبوا بعض اكثر او يكتشفوا بعض ويقولوا نحن مش لبعض مغامرة ومقامرة لكن مقامرة وقت واحد يلعب قمار قلما يربح بقى انتو من اللي قلما ربحوا الحياة مغامرة يا بتصيب يا بتخيب صحيح لحد هلا اصبتوا ما صايبينه يمكن هلا بعد ما نخلص الحلقة نطلق شو بيعرف بعيد الشر ليك اذا وصلنا لمرحلة اذا كان في طلع حلقة اصام انه سافا اوكي يلا مش ماشي لا اول ما وصل الام بيسألني حدا طلق لم عندك بالبرنامج ولا بعد لكن مش ليك عم بقلك هو كلمات وبدك تفهميها من ميلتين اول وحدة انه عم بيسألك لهو ياخد انفو او عم بيسألك ليشوف اذا هو بده يعمله انا بتمنى يكون تاخد انفو مية اوكي لكن انا لو بالميلتين نحسبه بعد قد ما هو مرتاح بالاشياء ومتصالح مع حاله تحسي بعدم استقرار اوقات عندك خوف تنام تقوم تلاقيه مغير رايه ما عندي مشكل بهيدا الشيء جد ايه بس ما عندي مشكل ابدا لانه انا هو علمني كيف كنت قال لك انا بطلت ايه ما عندي مشكل بس ما عندي مشكل يكون عم بيكذب بمشاعره تجاهي لانه انا هو علمني كيف كون صادقه مع حالي قبل ما اكون صادقه معه كثير باخد بعين الاعتبار انه هو يبقى هو يحس به هو بغض النظر اذا انا موجوده بحياته ولا لا فاذا بيوصل لمرحله بيقول ميا انا ما بقى احس لك شيء وبيجي بكل صراحه بيقول لي اياها انا بقول له لو انا بعدني عم تعملي شيء تما توصلي لهالمرحله ما فيك تعملي شيء لهول القصص بس خليني اقول لو سمحتوا انه لانه انت هيك الاتي تبعك يعني هيك موقفك وهيك طبعك نزعتي فتيل التحدي منه لانا بمعنى انه لا ما تعطي الهم سوري نتحدى بغير قصص بغير قصص بس قصص تبع انه المشاعر وساعات ما بتعود تحس لي والاشياء هيدي هيدا شيء بعلقه فيكي اكثر لانه ما بحس حاله انه مأسور بهالعلاقه صح. خاصه انه بحد ذاته القفص الذهبي ان كان ذهبي او 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 فضي هو كلمه قفص بحد ذاتها بحس الواحد حاله انه بقفص حتى لو كان ذهبي مين بده يقعد قفص حتى لو كان ذهبي يعني كانك عم بتقول قعدني بسجن من ذهب اخي ما بدي سجن انا تحديات كثيره قطعتوا فيها بما فيها موضوع الدين انت من دين وهي من دين مختلف مين اللي منكم اكثر كان عنده قلق بهالموضوع ولا حدا اثنيناتكم انا كان عندي شوي هيك كنت لأنه بحب أخذ الأبروفل تبع بيي كنت كل حياتي مشكلتي أنه عبالي أكتب كتاب لأنه بيي بحب مع أنه علاقتك مش أي مخص مش كتير جيدة مع بيي ما أنه جيدة بس مش يعني أنا مش يعني هو اللي بحبه قد الدنيا مشان هيك هالقد بنجرح منه بس أنه كتير بحبه لبيي لهالدرجة أنه في تصرف هيك بعمله لأرضي إذا كان عنده علم فيها أو ما عنده علم فيها فكان بودي أنا كنت قبل أنه أقول أنه بيطلع عبالي ما عندي مشكل غير ديني بس عبالي أكتب كتاب لمن قلتي له بدي ارتبط بمسيحي لا ما عنده مشكل هو مجوز مسيحية ما عنده مشكل أبدا بي منه متدين يعني هلأ على كبر بيصيروا متدينين في شيء بالتربية بيضل موجود فيك كنت ضل بعدني من فترة بعدني عم بقول له إنه عبالي أكتب كتاب يعني دايما عبالي